تحية لكم مشاهدينا الكرام، تحية لكم من إقليم تازا ومن مدينة تازا العاصمة الأم. نستضيف رائدة في مجالها بارا فرماسي الأخت بوتينا الحميدي. الكل تابع جائحة كورونا بين مزوجة كوفيد 19 والجهود اللي تبدلت من طرف القطاع العام. هذه المرة نتكلم على امرأة من القطاع الخاص جندت التوعية بما تملك وبسيارتها، وكذلك ساهمت بالدارجة العامية أنها كانت كتجول وكتعطي الكمامات للناس بالمجان مع الكحول. أهلا وسهلا بوتينا الحميدي. أهلا مرحبا. غادي تكلم لنا كيفاش جاتك الطريقة ديال التوعية هنا بمدينة تازا في إطار الجائحة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أستاذ، مرحبا بك، شرفتينا في المكتب المتواضع ديالي. أولا بالنسبة لهذ الجائحة جات في الأول، إحنا كنا تخلعنا على إن كورونا سمعنا كورونا صافي، ولا كيجي في بالنا الناس كبار الشيوخ الأكثرية الناس اللي كبار في السن اللي مانا ديالهم قليلة، أما حتى الأطفال يمكن ما سمعناش الحمد لله شي حاجة كثيرة. فاحنا كما كتعرف كقطاع الصحه بارافارماسي او باراميديكال، احنا عندنا واحد يمكن كنا كنقاسمو، كاين من فئات تبارك الله ومن الناس اللي معانا في القطاع اللي حتى هو كان كيضرو خاطرو. كما بغيت نختلف ان كانت واحد الزياده مهوله في الكمامات وايضا في الكحول الثلجي. ف شنو نقول لك، بقى فيا الحال قلت غادي نهز الكمامات كلهم اللي عندي، غادي نهز الكحول الطبي كامل اللي عندي، وانا نخرج للشارع ونعطي للناس اللي ما عندهمش، لان الصراحه كانت واحد التجاره اللي خايبه في الايام ديال كورونا اللي كانت الاسعار عاليه بزاف. حنا كنا كنحاولوا اننا نيغوسيو معاهم ينقصوا لنا، وهذا كيقول لك الاثمنه هي هي، بغيتو ديو ما بغيتوش خليو. وحنا كنسمعوا ان الجائحه الكورونا هي فيروس بطبيعه الحال تاجي اللي كينتقل من شخص لاخر او لا عبر اللمس او لا عبر ما عرفناش، ف كتبقى علامه استفهام. لذلك خفنا على الناس الكبار، خفنا على الناس في الشوارع، خفنا على وليداتنا، خفنا على والدينا. فهاد المبادره اللي خرجت يمكن عفويه كانت يعني في واحد النهار اللي هزيت السياره ديالي والكحول اللي عندي الطبي ولا الكمامات كلهم هزيتهم في السياره وخرجت، واللي تلاقيته في الشارع جالس ولا العمال النظافه ولا الناس اللي كيبانوا لي ساكن لا حول له ولا قوه كنقول لهم هاك. يعني كانت مبادره اللي هي فرديه بزاف اللي تحملهم، يمكن كانت مبادرة اللي معايا شي جمعيات ولا كانت شي مساهمة من شي جهة، لا أبدا أبدا أبدا، كانت يعني بوحديتي داك المجهود اللي قلتو مجهود فردي، واللهم لك الحمد. يعني واحد الحاجة اللي كتكون يعني إنسانية هكذا تربينا، تكون عندنا أخلاق وكذلك أخلاق في الميدان، يعني كيكونوا الأثمنة كما كنقولوا أثمنة مناسبة لجميع الناس، وإلا كنا غادي نقصوا داكشي كيبقى من نفسنا ومع الله سبحانه وتعالى. هادشي بوتينا، وانت يعني اثناء سيارتك السيارة كتمدي الكمامة لشخص او امرأة او انسان اخر، شنو هو الاحساس اللي كنتي كتحسي وانت كتمدي واحد الكمامة او قطعة من الكحول للأشخاص؟ صراحة بعد أول خرجة خرجت بالسيارة وشفت بأن الدنيا كل واحد يخوف، بالفعل كانوا الناس خايفين، وحنا بديك الجائحة في كورونا كنا كنتحركوا لأن ما يمكنش هاد الصداع، كنا كما كنقولوا جنود مجندين،
اللي كتخلي كل شيء وكتلبس كتلبس طوموبيلتك اللي بغا شي حاجه، اللي بغا اسعافات اوليه، اللي بغا الاكسجين، اللي بغا الكحول، خصوصا الكحول الطبي اللي كان مهم جدا للناس اللي كيكونوا خارجين عندهم خدمه على برا، ولا العساسه اللي كيكونوا على برا، راه كانوا العساسه اللي على برا شفتهم جالسين حدا الطوابل ديالهم، يمكن ما كانوش عارفين حتى شنو هي كورونا. وهذاك هو اللي درت انا ملي نسيت كنقول له الشريف واش عارف شنو هو الفيروس، كيف اللي ما عارفش كنشرح له الفيروس شنو هو، راه واحد الفيروس اللي هو كيقتل، راه ماشي ساهل، واللي ما عندوش المناعه دير الكحول الطبي، كتشوف الكحول الطلاسكول في يدك والكمامه ديالك، هاك سيدي وبقيت هكذا بس هذا. وفي هذه النقطة المهمة اللي شفتي ليا الأستاذ، أنني أنا ملي هزيت السيارة ديالي وخرجت بدات هاد المبادرة من راسي، والله إلا بكيت، وراه إلا شفتي في اللايف كنت يعني كنبكي، واحد الإحساس ما تصورش. اللهم لك الحمد، هذاك الإحساس يمكن وطني، هذاك الإحساس الوطني، وأن ما كتحرك فيك الروح الوطنية، وأن ماشي غير مدينتك، بلادك كاملة تبغي تشوفها مزيانة وناسها مزيانين. بوتينا الحميدي في بداية الجائحة والكل ما كان يعرف هذا الفيروس، وامرأة خرجت تواجه رجال وتواجه مجموعة من الأصناف، واش ما خصيش يعني تلقى شي حاجة اللي ما كنتيش منتظريها في الجائحة؟ إدارة الجمعية دائما صراحة الخوف كيكون، ولكن ملي كتحط في هاد الواجهة وكتشوف ولاد بلادك ولا ولاد مدينتك يعني محتاجين للدعم، واخا انا ما كانش عندي شي حاجه كبيره انني نقدمها، ولكن هذاك الشيء اللي درته اللهم لك الحمد هو كان يعني كان واحد التصرف اللي هو عفوي بزاف بزاف بزاف، والحمد لله لقيت اتصالات، لقيت يعني شكر من عند ناس يعني معروفين، اللهم لك الحمد. كل شيء زاد عطاني دافع اكبر انني نزيد نزيد نزيد، اذا كانت حاجه في يدي ما كما كيقولوا ماشي ديالي. وتينا الحميدي كتحصل على واحد الشهاده تقديريه في مندوب الصحه، مندوبيه الصحه بجده. نعم. كيفاش كانت الاجواء انذاك؟ كان اليوم العالمي للمرأة، كنت من المدعوات، ولقيت الكلمة ديالي، والحمد لله توني الشهادة تقديرية، المجهودات اللي تهما كيشوفوا الحمد لله راه كلشي كيشوفوا كلشي على عينيهم، أنني إنسانة عادية جدا، وأنني لا درت شي حاجة، راه داكشي اللي خدمته وبعتوه هو اللي كنخرجو على برا، راه ما كاينش شي حد كيعاون زعما شي جمعية ولا شي حاجة اللي هي زعما مسانداني أنا، راه ما كاينش. الحمد لله الله سبحانه وتعالى الواحد هو اللي مساندني. بوتينا الحميدي هي من القطاع الخاص، سمو شهادتك في الأطقم الطبية المستشفى الإقليمي بن مالة، كذلك الأطقم التمريضية وكفة الإدارية، لما بذلوه في ظل الجائحة ولا لا؟ كان نوجه شكر خاص لجميع الأطقم الطبية والتمريضية، لأنهم تبارك الله عليهم، حتى هما راهم كانوا في الواجهة، راهم عندهم وليداتهم وراهم عندهم والديهم، وكانوا يعني كيخدموا بالليل وبالنهار، وهادشي يعني اللي شفناه بعينينا، والناس اللي كانوا كيدخلوا الكوفيد كانوا حتى هما مساكن يعني كيحتاجوا الاكسجين، وهذا كيديروا معاهم المجهودات ديالهم، وهادشي انا اللي شفته فقط. كذلك بالموازاة مع المجهودات اللي دارت من طرف الأطقم الطبية بن بجا، كان مجهود موازي للتوعية من طرف السلطات الإقليمية بإقليم جزاء، وعلى رأسهم عامل إقليم جزاء السيد مصطفى معزة، وكذلك جهاز الأمن الجهوي وجهاز الدرك الملكي والوقاية المدنية. شكرا لك جورو كاملين، تحية والشكر، لأن بلادهم راه كان الفيروس ينتشر أكبر وأكثر وأكثر، لأنهما كانوا حتى هما جنود مجندين في هذه الجائحة اللي حنا فيها، وخاصة في الأول ديالها اللي كنشوفوا السلطات كل شيء كيوعي وكل شيء كيقول على أن ضروري تلتزموا الكمامات ديالكم وتلتزموا المنازل ديالكم، والحمد لله كان واحد الدعم ولو بسيط للفئات اللي هما حبسوا على العمل، ولكن الحمد لله حنا عاوتاني خصنا ما نفكروش غير بنفسنا، نفكروا في الجميع، حتى
حتى حنا كنا من الناس المتضررين في الجائحه ديال كوفيد، لي بارا ميديكال لي بارا فارماسي اللي راهم دابا طالعين معنا هنا في اللايف ولا القطاع الخاص، عامه كان كلشي متضرر، كلشي يعني الا ما خدمتيهاش بعرفك ما كاينش. ولكن اللهم لك الحمد، حنا دائما ايماننا في الله قوي، هذه اول حاجه. بعد ملي يكون الايمان في الله قوي راه تحدى الصعاب. ولله الحمد لله. وتينا الحميدي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أنعم على إقليم تازة بطاقم عسكري برئاسة بن عثمان، وكانت زيارة ديالو للمستشفى مع باقي الأطقم العسكرية، وكانت جلس آنذاك بالجهود الجميع تازة صفر حالة، سمو الدكتور جلالة الطقم العسكرية برئاسة بن عثمان اللي كان يعني كان جال الدين تازا والإقليم تازا وبالضبط المستشفى الإقليمي بلوباتا. شكرا تبارك الله على اليوم، لأن باش تسجل مدينة صفر حالة راه ماشي سهلة، وأيضا حنا راه تبارك الله الشعب المغربي وبالخصوص مدينة تازا اللي هما تبارك الله علينا شعب واعي وعارف شنو كاين، ودابا حنا ولفنا يعني كاين واحد لا ديستونس تبقى ما بين الشخص والآخر، ومبقاش الناس يعني كيتكلموا ماشي يعني ما كيتكلموش يعني حيت، ولكن راه عرفوا بحق هذه الجائحه هذه، وبان راه المحبه تكون في القلب، ولكن ضروري كيخصنا حيت كنبغيو بعضياتنا نحاولوا اننا نحافظوا على بعضياتنا. اسمه هو النداء اللي يمكن توجه ساكنه اقليم تازه في ظل ظهور وباء او سلالة جديدة في مدينة في بريطانيا مع الكورونا اللي عندنا، سمو النداء اللي يمكن لك تزيدي للساكنة في إقليم تازا وعامة الشعب المغربي حول كوفيد 19. كنظن أن إقليم تازا ولا ساكنة تازا عارفين الخطورة ديال هذا الكوفيد، وعلى أن كاينة سلالة أخرى في بريطانيا، ولكن الحمد لله احنا دائما كنتبعوا شنو كتقولنا واللي كتوصينا عليه وزاره الصحه، والحمد لله ماشي صعيب علينا اننا نتبعوا التوجيهات ديالهم الصحيحه والسليمه، باش ان شاء الله باذن الله نكونوا في المستوى المطلوب ونعيشوا ان شاء الله بسلام وبسلم باذن الله. وكنوصي دائما بالتباعد، واخا حنا دابا كما كنقولوا شي شويه بدات كتصح علينا القضيه، ولكن دوزوها معليش نزيدو نصبروا ما بقاش بزاف ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالسلم وبالشفاء ان شاء الله للعالم ديمانا. في اطار كوفيد 19 والمرأة بجنب الرجل داخل المستشفيات وخاصة المستشفى الإقليمي بنبلة، سموه هو النداء ديالك للمرأة التمريضية والطبيبة التمريضية داخل المستشفى الإقليمي بنبلة. بالنسبة للمرأة عامة هي كتهز ماشي حمل واحد، ولكن كما كنقولوا بزاف ديال التعب وبزاف ديال الضغوطات سواء داخل المنزل او خارج المنزل، بما ان مثلا ان المراه يقدر يكون عندها التزامات مثل الزوج والاولاد والى غير ذلك، او تقدر تكون عندها اسره داخل المنزل خاصه رعايه وعنايه، وايضا خاصها تقوم بنفس الدور في المستشفى. اذا حنا دابا كنتكلموا على مستشفى بنوباجا كمستشفى ديالنا حنا في مدينه تازه، كنوجه تحيه للمراه الطبيبه سواء او كانت ممرضه او كانت عامله موظفه، كلهم تحيه لكم لان كنا نساء الغد، ولان احنا معكم كناخذوا القوه ديالنا والطاقه ديالنا. باش كتشوف واحد المراه اللي هي كتعب وكتبذل واحد المجهود وتقدر يعني بيرمانون ديالها في الليل ومع المرضى والصبح الصباح، يعني راه الله يكون معاهم والله يوقف معاهم ان شاء الله باذن الله. وكما قلت لك على الدروك ان شاء الله باذن الله دابا تبدا الجائحه هذه وغنرجعوا احسن من قبل باذن الله، واخا غادي يكون شويه داك التعب النفسي باقي لان ماشي سهله، الانسان راه فقد ناس عزاز عليه وفقد ناس المقربين ليه، ولكن هذه هي سنه الحياه، هذا وباء مثل الحرب، يعني خصنا ندوزو بسلام ان شاء الله. إطار التماسك داخل إقليم تازا كانت الدورية المؤسسة العامل
الرؤساء الجامعات التربيه بالاقليم اللي عطى فيها الامر ديالو لاستعمال سيارات الاسعاف ديال المجال القروي لايصال المرضى للمستنبطه. هذه المبادره هذه ممكن تقولي لنا عليها؟ هذه مبادرة محمودة، وأنا من النساء التي يشجعن مثل هذه المبادرات الطيبة، لأن أنا ما كرهتش صراحة يكون عندي أسطول ونقدمه لخدمة المدينة ديالي أو الوطن ديالي، لأن هذه المبادرات هذو اللي كيديروا هو اللي كيحس بالسعادة وبقيمة الشيء. سننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى الشق الثاني في مجال رائدة في عملها بارافارماسي حول حصيلتها، وكما جرت عادتنا دائما ننتقل إلى السياسيين لننقل الحصيلة السياسية، وهذه المرة أعطينا فرصة للقطاع الخاص وللأخت وتينا الحميدي. شنو الحصيلة ديالك في المجال ديالك في إطار الزبناء؟ وشنو الجديد اللي عندك في إطار المالية؟ هي بارافارماسي بوتينا، نتكلم على بارافارماسي بوتينا ماشي كامرأة ولكن كنقول كعمل، اللي في هذه الجائحة هذه كانت واحد شوية ديال الأضرار، ولكن الحمد لله تخطيناها وكنتخطاوها بحب الناس، لأن بارافارماسي بوتينا كيجيو عندها ناس من خارج مدينة الدازة، ماشي غير مدينة الدازة، وكتلقى يعني حب الناس من خارج مدينة الدازة العمل ديالي، لأن أنا ماشي غير بارافارماسي، عندي سونتر اللي فيه الكوسميتيك، فيه لي برودوي بيو اللي هما لامارك ديالي ديبوزي، وايضا كاين كيجيو عندي الناس اللي كيعانيو مشاكل ديال البشره بصفتي درموكوسميتولوج، فهذا الشيء كامل كيخول بانني نعمل واحد العمل اللي هو فيه بزاف الاشياء زوينه اللي كتحيد عليا داك شويه داك ستريس ديال هذه الجائحه الحمد لله، وبدينا كنرجعوا الحمد لله الكليان ديالنا اللي ما كناش كنشوفوه مع الحجر الصحي وبزاف ديال الحوايج اللي دابا كيجيو، واخا كيجيو غير في نهار وكيمشيو اللهم لك الحمد. فهو سونتر متنوع الخدمات، متعدد الخدمات، فيه باراف فارماسي باراميديكال، فيه لا مارك ديالي اللي هي اختراع، وهذا الاختراع هذا اللي تبيبليا وانجيسترا، والحمد لله انا عندي اختراع ديال منتوج اكلابو اللي هو كما قلت لكم ماركه مسجله، ان شاء الله من المشاريع المقبله ديالي عندي غادي تكون تعاونيه واللي صافي راني ان شاء الله الحمد لله انني يعني جبت تعاونيه غادي تكون خاصه بالمراه سلبيه، غادي يكونوا اعمال ان شاء الله، غادي يكونوا زيوت طبيعيه وكل ما هو طبيعي وكل ما تشقه المراه من الطبيعه ان شاء الله تكون بالتعاونيه ديالي، اللي غادي يكونوا ايضا فيها تركيبات ديال علاج الم المفاصل والالتهابات الى غير ذلك من الطبيعه. الحصيله الماديه خلال جائحه كورونا، واش كان هناك ضرر؟ وشنو هو البديل اللي ممكن كنت توجديه في استمرارية الجائحة؟ الضرر بطبيعة الحال كل ما تضرر في هذه الجائحة، ولكن الحمد لله هذا قضاء الله، حنا ماشي معترضين على قضاء الله وقدره، ولكن العزيمة استمرارية وشوية كما تنقولوا لانك تولي ترجع شويه بشويه الطاقه ديالك، هذا هذا توفق مع الله سبحانه وتعالى، والدليل هو انني صافي كنت تاخرت شي شويه في هذه الجائحه على انني تكون عندي التعاونيه، ولكن الحمد لله انا دابا صافي بديتها ان شاء الله، وفقط غادي يكون النساء اللي غادي نختارهم النساء اللي غيكون باغي يخدموا في التعاونيه واللي طلعوا التعاونيه ديال بارافارماسي بوتينا، واللي بالاحرى التعاونيه ديال اكلابو بالاسم ديال المنتج ديال اكلابو غتكون تعاونيه ان شاء الله اللي غادي يخدموا فيها النساء ان شاء الله باذن الله السلبيات، ولما لا خارج مدينه تازه غادي نشوف هذه المساله هذه ان شاء الله تكون خارج مدينه تازه. الزبائن ديال بوتينا العميل شنو ممكن تقول لهم؟ وبقى نهار او يومين يقتضي الحال للسنه الجديده 2021.
الله يدخل عليكم ان شاء الله تعالى السنه الجديده بصحه وسلامه ويصرف علينا الوباء والبلاء ان شاء الله باذن الله، لانه كما ان الله سبحانه وتعالى وحنا قادرين بقدره. وحاجه اخرى هو ان الزبونه ديالي او الزبائن ديالي عامه ديال فارماسي تسيمه كنقول لكم رقم عزاز في القلب دائما دائما وابدا، ماشي غير عزاز ربي اللي عالم، لان انا دوزت معكم اوقات جميله جدا وكانت الجائحه ومع ذلك الجائحه جيتوا عندي ومع ذلك الجائحه تزودتوا فيا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وحتى اللي ما كانتش كتقدر تجي دابا بحال اوروبا الناس اللي خارج الوطن كيتصلوا بيا وكيقولوا لي بنتي غير تحيد الجائحه حنا معاك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. شنو بغينا اكثر من هذا الشيء؟ غير حب الناس. روتينا الحميدي القوات المسلحة الملكية حرس مبر الكركارات ثم رسالتك لهذا الجنود الخفاء والجنود على الأرض اللي جابوا العرس للمملكة المغربية. صراحة كانت فرحة لينا، كانت فرحة لينا والمغاربة كلهم، وكان نصر وكان يعني شيء جميل أن المغاربة كان بيناتهم واحد الاتحاد واحد القوة. وأيضا للناس في وسائل التواصل الاجتماعي لكننا كنشوفوا كاين واحد الحب بيناتنا، وزاد هذا المشكل هذا اللي كان زاد أدى عنا أكثر وأكثر باش نكونوا يد واحدة وجود مجندة وراء جلالة الملك محمد السادس نصر الله. وتيلا الحميدي اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وهي أكبر دولة وعندها حق الفيتو، كذلك باش تعرفي وأن أكبر دولة عظمى في العالم كتعترف بمغربية الصحراء. دائما الصحراء مغربية وشي حنا كنعرفو كمغاربة، ما غاديش يحيدو شي حد آخر. وبالنسبة لنا حنا كمغاربة كما قلت لك دائما وراء جلالة الملك محمد السادس نسأل الله، وغادي نكونو دائما وراءه، والحمد لله عندنا ثقة كبيرة في جلالة الملك. وتيلا الحميدة غادي نعطيك خمسة ديال الشخصيات وتعطينا الرأي ديالك فيهم وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. نذكر كل ملك ديالك. ملكنا نصر الله حسينا بأنه تعب بزاف في الجائحة هذه، وبأنه كان نهز واحد الحمل ثقيل، لأن ماشي سهلة واحد الوباء يضرب بلادنا. وهذا الشيء شفناه، وكل شيء المغاربة كانوا كيهضروا على أن الملك ديالنا بان فيه يعني تعب لأن ماشي سهلة، ولكن حنا عاوتاني خصنا نكونوا عند الثقه ديالو. وكما قلت لك حنا كنساء ما خصناش نتكلموا الجائحه ونجلسوا ونربعوا يدينا صافي الجائحه غادي تزوز وبلاتي ما نخدموش، لا نخدموا ونعاونوا نفسنا ونعاونوا ريوسنا، ولا كانت مثلا مقاولة صغيرة تقدر تكبر بالذكاء ديالنا وأيضا بالفطنة ديالنا. وأيضا كما قلت أنا سابقا نكررها ونعاودها، فارماسي بسينا ما بداش بدعم، بدات بصفر درهم والحمد لله وصلت مازال ما وصلتش لذاك الشيء 100% اللي باغيه، ولكن كنحقق الاهداف ديالي وبشويه بشويه حتى نوصل لذاك الشيء اللي باغي. وتحيه تحيه للملك ديالنا نصر الله ملكنا اللي الجائحه وتحركت فينا الروح الوطنيه شفنا في الملك ديالنا الله ينصرو، وشفنا في بلادنا الله يعاونها ان شاء الله باذن الله، والله يعاون كل النساء المغربيات المكافحات. القوات المسلحه الملكيه جنود خفاء جهه الدرك الملكي قامت بمجهودات جباره وتحيه لهم. الامن الوطني دائما الامن الوطني خدمه الشعب دائما وابدا. المخابرات المغربية ما نخافوش على ريوسنا من كاين المخابرات المغربية. جهاز القضاء عادي. وبالتالي مشاهدينا الكرام كان لقاء شيق مع رائدة في مجالها بوتينا الحميدي، إلى ذلك من حين هذا الصحفي عبد الحق خرباش مدير موقع حقيقة نيوز بونت يحييكم إلى فرصة قادمة بحول الله. شكرا 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 للمتابعين ديالنا.